الكرة تعود مجددا على لمسات والمحاولات جمال بجندوح يمرر إلى مختار يلعب الكرة إلى حسون إلى علي انطلاق للطائي مختار علي ينتظر يحاول يبحث يوسع يود يحاول نقل اللعب إلى مجرشي على إبعاد من رايحي مختار علي يمرر الكرة إلى مين إلى إلى الجهة اليسرى مختار يستلم كرة علي تغيير اللعب إلى حسون بالصدر إلى موسال بجندوح يحاول مرور جمال يترك الكرة لمختار يلعبها لمجرشي يستلم المجرشي تمريرة خاطئة عادت من دي سانتوس موسونا في الاستلام مختار علي في المرور يمرر إلى سعيود في الدفاعات في قيروة يحاول عادت لمختار سعيود لمختار تمريرات مختار علي يكسب خطأ مختار علي يكسب خطأ في وسط ميدان فريق الطائي أمم الأفريقية لموسون يعود الآن موسون يحاول تعديل الأمور للطائي الطائي يحاول مختار علي عرضية على إبعاد ريناتو أي شوط المباراة الأول كان الباطن أخطر كان الباطن يصل يحاول ارتطمت إحدى كرات وهجمات الباطن في القائم برأسية فابيو أب الرأسية تمير الكرة عادت مختار يلعب الكرة موسونا يستلم موسونا راسية بالجبيري عادت للطائي مجددا ديلر يستلم غوميز يحاول يمرر مختار موسونا عادت لمختار يمر علي يمرر لموسونا طالب الاستمرارية جمال لمختار مختار يمرر إلى مين سعيود له خلال الدقائق القادمة الكرة والمرور والتدخل والخطأ لمختار والخطأ لمختار واجبات الدفاعية كرة تعود لمختار يمرر إلى فيجيروا كرة لعب تمرير كرة رايحي مقطوع لفيجيروا يبحث كرة لعب تمرير الكرة خلف الدفاعات المحاولة من مالي اللي ذلك ليؤكد كلامي موسونا خلف